اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى نشرة اخبارية من قناة المفلة المحلية، والبداية نستهلها بابرز العناوين. ناشطون جنوبيين يطلقون وسم علم الجنوب خط احمر على خلفية محاولة انزال علم الجنوب من مطار عدن. الامارات تسير قافلة غذائية لذوي الدخل المحدود بمحافظة شبوة. تدشين الدورة التدريبية الثالثة لحماية الشركات في غير اليمين. أهلا بكم. أطلق ناشطون جنوبيون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم علم الجنوب خط أحمر على خلفية محاولة انزال علم الجنوب من مطار عدن لعرقلة اتفاق الرياض من قبل أحد الأطراف الموالية للشرعية. وأفادت مصادر محلية إن محاولة انزال علم الجنوب لوقيت بالرفض من الجنود، مما استدعى قوات التحالف العربي المتواجدة في المطار بالسماح برفع جميع أعلام الجنوب داخل وخارج المطار. وتداعت النخب السياسية والإعلامية لدعم حق أبناء الجنوب في رفع العلم الجنوبي الذي يمثل هوية الوطن، فيما أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك عبر تغريدة له في تويتر على رفع علم الجنوب، مشيرا إلى أن هذا العلم هو الذي دافع عنه خير أبناء الجنوب دفاعا عن الوطن والمشروع العربي. صد سلاح الدروع والمدفعية للمقاومة الجنوبية هجوم الميليشيات الحوثية مستهدفة خطوط إمدادات حوثية الخلفية قرب مديرية قعطبة في الضالع. وجاء الاستهداف ردا على الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على محيط مدينة الفاخر، حيث كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والآليات. وأكد المركز الإعلامي أن الميليشيا الحوثية تراجعت إلى مواقع أكثر دفاعية لتفادي وقوع الخسائر في صفوفها، وأن القوات المسلحة الجنوبية رفعت الجاهزية القتالية القصوى والاستعداد القتالي تحسبا لأي هجوم حوثي محتمل. تفقد محافظ الضالع قائد اللواء 33 مدرع اللواء ركن علي صالح بمعية قائد كتائب الدعم والإسناد العميد ناصر مثنى عدن الوحدات العسكرية الجنوبية المرابطة شمال المحافظة. وخلال جولته اطلع محافظ الضالع على أحوال المقاتلين المرابطين في الخطوط الأمامية شمالي الضالع وجاهزية الوحدات المرابطة في الخطوط الأمامية وسير تنفيذ مختلف المهام العسكرية والأمنية المنوطة بهم، مشيدا بالأدوار البطولية الشجاعة التي سطرها أبطال القوات المسلحة الجنوبية في التصدي للميليشيات الحوثية وإفشال كل مخططاتهم العدوانية. نفت القوات الجنوبية المرابطة في منطقة الشيخ سالم بمحافظة أبين من وضع أي ألغام بجانب الخط الدولي الرابط بين محافظة أبين وشبوة وحضرموت. وأوضح مصدر عسكري أن قنبلة انفجرت أثناء مرور عائلة على مركبة وأدت إلى وفاة عدد من الأشخاص وجرح آخرين. ولفت المصدر أن التحقيقات الأولية من خلال خبراء متفجرات أكدوا أن الانفجار الذي لحق بالأسرة ناجم عن قنبلة وليس لغبة، كما سوقته بعض الصحف الصفراء والمطابخ الإعلامية لحزب الإصلاح. سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة غذائية إلى منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة في محافظة شبوة تضم نحو 350 سلة غذائية. ويستفيد من هذه القافلة أكثر من 2100 فرد من الأسر المحتاجة، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة. وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على وقفتها الأخوية إلى جانبهم، مثمنين جهود الإغاثة المتواصلة لفريق الهلال الأحمر الإماراتي لأبناء شبوة. عقد مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اجتماعا موسعا ضم رؤساء الشعب ومديري الدوائر ورؤساء المكاتب الفنية بدائرة التوجيه التربوي بالمحافظة. وخصص الاجتماع إعطاء مساحة للإناث في المناطق التوجيهية لمواكبة التوسع في تعليم الفتاة وتأنيث المدارس والمجمعات. وحث وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون على ضرورة التقديم الفعلي والشامل لأداء المناطق التوجيهية والطاقم التوجيهي بجميع المواد الدراسية بمديريات المحافظة. وخرج الاجتماع بعدة قرارات وتوجيهات. دشن مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل صباح اليوم العمل في عدد من المشاريع الحيوية في المدينة الجاري تنفيذها،
حيث دشن مدير عام المكلا العمل في مشروع إنشاء 6 فصول دراسية مع ملحقاتها بحي غرير بفوة، ومشروع إنشاء 6 فصول إضافية بمدرسة القارة الحمراء بالعيص، وكذا مشروع مركز صحي بمنطقة غرب الضيافة. إلى ذلك افتتح بن هامل مشروع إنشاء بريد حي أكتوبر بمنطقة الديسة. وفي سياق ذاته تفقد مدير عام المكلا سير العمل في مشروع رصف أماكن مرور السيول بمنطقة السدد بحي الغويزي، وكذا تفقده سير العمل في بناء سدود وحواجز مائية بمنطقة البصرة بوادي فلوك. تشهد مدينة المكلا في الآونة الأخيرة استقرار ملحوظ في استمرارية التيار الكهربائي، وتأتي عملية الاستقرار للتيار الكهربائي على خلفية دعم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر قطاع الكهرباء بساحل حضرموت بالمحروقات، في الوقت الذي تعجز فيه حكومة الشرعية عن توفير أبسط المتطلبات. وعبر أهل المدينة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لقطاع الكهرباء الذي نتج عنه تحسن واستقرار ملحوظ. رأس رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر اجتماعا استثنائيا للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة، واستعرض الاجتماع مجمل النشاطات المنفذة من قبل إدارات الهيئة والقيادات المحلية، وطالب الاجتماع النظر في المشاكل التي تعيق عمل بعض القيادات المحلية في المديريات والإسراع في إنجاز مهامها وتقديم تقريرها في أقرب وقت ممكن. من جهة أخرى أكد الدكتور بن الشيخ أبو بكر أن رفع العلم الجنوبي ليس للمناكفات السياسية، بل هو الراية التي حققت الانتصارات في كل جبهة وارتقى من أجل رفع قضيتها آلاف الشهداء. عقد المكتب التنفيذي بمديرية الديث الشرقية اجتماعه الدوري 6 من العام الجاري برئاسة مدير عام المديرية الأستاذ ماهر باوزيرة، وناقش الاجتماع ما تم تحقيقه من إنجاز في الجانب الأمني والخدمي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. واستعرض الاجتماع المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ لمكتب الصحة بالمديرية، إلى جانب مناقشة تطبيق لائحة الاصطياد التقليدي وما تم الاتفاق عليه مع الجمعيات السمكية في المديرية حول تحديد المنطقة المحظورة. نفذ فريق الاستجابة السريعة بمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت نزولا ميداني إلى مديرية الريدة وقصيعر لمعاينة حالات انتشار الحميات في منطقة كرشوم بالمديرية. وأجرى فريق الاستجابة بمعية فريق مكتب الصحة والسكان بالريدة وقصيعر معاينة لأكثر من 40 حالة حميات بين مختلف الأعمار من الأطباء، كما تم توزيع عليهم أدوية مجانية من المضادات الحيوية. شهدت معسكرات حماية الشركات بالمنطقة العسكرية الثانية في مديرية غيب يمين تدشين الدورة التدريبية دفعة المسيلة 3 بحضور عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الثانية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تستمر كتيبة حماية الشركات بالمنطقة العسكرية الثانية في عقد العديد من الدورات التدريبية لمنتسبيها يتلقون خلالها عددا من المهارات العسكرية والقتالية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من العام التدريبي الجاري. ودشنت الكتيبة دفعة المسيلة 3 بجهود ذاتي بهدف تدريب وتأهيل الأفراد في حماية المنشآت النفطية والشخصيات والأمن، بحضور رئيس شعبة التوجيه المعنوي وقائد كتيبة حماية الشركات وعدد من القادة العسكريين بالمنطقة الثانية. وأشاد رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد صالح المعاري بإقامة هذه الدورات التدريبية والتأهيلية التي تعد من أهم الدورات العسكرية في تلك المواقع الهامة والحساسة بهذه الهضبة الرابطة بين ساحل ووادي حضرموت. وفي سياق منفصل نفذ فريق التوجيه المعنوي جولته التفقدية بعدد من المواقع العسكرية في أهم القطاعات النفطية العاملة بالمسيلة، وكذا خط الأنبوب في بترو مسيلة، بالإضافة إلى الاطلاع على الحزام العسكري والمكون من 7 سرايا قتالية تحمي أهم المواقع الاستراتيجية التي تمثل أكثر من 70% من خزينة الدولة. عقد بسيون اجتماع لمناقشة تعميد المخططات السكنية بالمديرية والحفاظ عليها من التجاوزات والمخالفات،
وناقش الاجتماع المخططات السكنية وإخراجها في مخططات يتم توزيعها على مكاتب السلطة المحلية. واطلع الاجتماع على نموذج المخططات السكنية الرسمية والمعتمدة من الهيئة العامة ومناقشتها لتكون مرجع وحيد بعد تعميدها من اللجنة الفنية بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مع اللجنة الفنية المشكلة من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت. والآن مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية. نشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ناشطون جنوبيون يطلقون وسم علم الجنوب خط أحمر على خلفية محاولة إنزال علم الجنوب من مطار عدن. الإمارات تسير قافلة غذائية لذوي الدخل المحدود بمحافظة شبوة. تدشين الدورة التدريبية الثالثة لحماية الشركات في غير بنيامين. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.